ننتقل فيكم للخبر الثاني كمان من أبرز أخبارنا لليوم اللي هو مداهمة إحدى العمائر السكنية اللي كان بيصير فيها إنه بيتم تصنيع عبايات غير أو رديئة المستوى، بعدها يتم توزيع هذه العبايات على المحلات التجارية هنا في مدينة الرياض. حتى العبايات جوروها، تخيلي. هو يعني الحمد لله أن المداهمة تمت من قبل وزارة التجارة. تفضلي. صحيح، وزارة التجارة دائما يعني دائما جهودها معروفة، ودائما نعرف أنها هي حريصة أنه ما يكون في تزوير. صحيح. ما يكون في غش والأشياء هذه كلها. بس حنتكلم أكثر عن هالموضوع أكيد مع الأستاذ عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. الله يحييك وشكرا لكم ولبرنامجكم على تغطية دائمة لكل ما يهم المستهلك. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. أول شيء أباك تقول لي كيف وصلكم البلاغ، كيف عرفتوا عن هالغش، وهل هي عمارة كاملة؟ طبعا احنا من أهم المصادر للإبلاغ عند وزارة التجارة والاستثمار هو المستهلك، والحمد لله يعني كان في تميز وتعاون كبير من المستهلكين في الإبلاغ عن أي مخالفات يشوفونها سواء عبر التطبيق أو عبر الاتصال بمركز البلاغات. هذا البلاغ وصل للوزارة أنه في عمالة تقوم بتصنيع في عمارة سكنية تصنع ملبوسات. الفرق الرقابية يعني جلست فترة زمنية يمكن حوالي شهر وهي تراقب وترى هذا المكان وتشوف إيش فيه، وفي تتبع لكل ما يصدر من هذا المبنى ويشوف العمالة اللي فيه، حتى حانت لحظة الصفر والمداهمة مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية الأخرى. عمارة سكنية كاملة بأدوارها المتعددة اتخذتها عمالة مخالفة لحسابها الخاص. واتخذوها مقر لتصنيع العبايات والملابس المختلفة. أنت يمكن شفت العبايات وصار التركيز عليها، لكن كان في فساتين، كان في تيشيرتات، وجد مكاين خياطة، وجد طبعا أجهزة لتزوير العلامات التجارية. المواد المستخدمة في هذه المنتوجات مجهولة، ما نعرف إيش الضرر اللي ممكن تلحقه بأي شخص يستخدمها. طبعا العمالة اللي وجدوا في المبنى في تلك اللحظة 45 عامل، وكل وأغلبهم كانت المهن الخاصة فيهم سائق خاص، وتم ضبطهم تسليمهم للجهات الأمنية، وجارية التحقيقات أيضا لتتبع المصادر. وهذه لابد نحكي عنها شوي. كل عملية غش تجاري أو كل عملية يكون خلفها تستر أو مخالفات تجارية بهذا الحجم يكون هناك تتبع لمصادرها، للمصادر اللي يتم الشراء منها أو المصادر التي يتم البيع إليها. يعني حتى المحلات اللي كانت معروضة أسمائهم أو لمحنا أسمائهم هذه كمان تتعاقب، صحيح؟ بالضبط. تتبع المصادر، احنا نشوف هالسلعة هذه من تنشأ، من سلعتها وخامتها الأساسية حتى تتصنع، حتى يتم بيعها، حتى نشوف الشخص الأخير وأي منشأة تجارية اشترت السلعة هذه وباعتها. طبعا احنا وصلنا بالتتبع إلى 3 محلات تم إغلاقها جميعها، حوالي أكثر من 300 عباية وسلعة أيضا وملبوسات. تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة عشان تتخذ فيهم الإجراءات النظامية. طبعا هذه العبايات اللي تصنع من مواد رديئة ما تكلف شيء، يعني هي تكلفتها بسيطة وزهيدة جدا. هذه المحلات اللي ياخذونها، المحلات المعروفة، بعضهم يبيعونها إلى مبلغ 500 ريال يبيعوا العباية الواحدة. أكيد طبعا. طب أستاذ عبد الرحمن، أنا كمستهلكة مين يضمن لي حقي لما أنا أروح مثلا محل زي كده وأشتري منه عباية أو ملابس أو أيا كان وتكون مزورة؟ طبعا مركز البلاغات وزارة التجارة رقم 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري أو حتى عبر قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي مع وزارة التجارة. تستقبل الوزارة أي بلاغ أو أي شكوى وتباشر مباشرة وتزور وتداهم هذه المنشأة التي ترتكب المخالفة، ومن ثم تحيلها إلى النيابة العامة، وبعدها تحال إلى المحكمة. الغرامات تصل في نظام الغش التجاري إلى السجن 3 سنوات، الغرامة 1,000,000، إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، تصل أيضا إلى ترحيل العمالة ومنعهم من العمل في السعودية. في إحصائية إذا سمحتوا لي بس أحب أقولها، وهذه إحصائية تاريخية لأول مرة تحصل يعني في تاريخ الوزارة. عام 2018 عدد السلع اللي تم ضبطها من مغشوشة ومقلدة وصل 37,000,000 منتج، قيمتها الإجمالية 500,000,000 ريال. المنشآت اللي تم تفتيشها في عام 2018 200,000 منشأة. القضايا اللي أحيلت للنيابة فيها غش تجاري 1779 قضية. عدد المكالمات والشكاوى اللي وردت إلى مركز بلاغات وزارة التجارة
في 2018 كانت أكثر من 1,300,000 مكالمة. طيب أستاذ عبد الرحمن، أول حاجة أعطيكم العافية على هذه الجهود اللي بتقوموا فيها، لكن أنا كنت حابة أستفسر عن وضع هذه العمارة اللي كانت بتأجر للعمالة المخالفة. يعني إحنا زي ما شفنا في الفيديو كأنها يعني ورشة خياطة كاملة متكاملة. صاحب هذا المبنى إيش راح يكون عليه؟ طبعا هي لجنة متعددة من أكثر من جهة حكومية، الجهات الأمنية كانت موجودة لحظة الضبط والمداهمة، كانت فيه الأمانة، كانت فيه وزارة العمل بالإضافة إلى وزارة التجارة والاستثمار. كل جهة ستعمل فيما يخصها من حيث التوثق من العقود وكيف أجروا العمالة المخالفة وهل وراهم سعودي متستر، مع أنه موجود في محاضر الضبط أنه في موجود شبهات تستر، سيتم أثناء التحقيق استدعاء كل من يثبت تورط في هالمخالفة ويتم بحقهم اتخاذ الإجراء النظامي. يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الرحمن. يعني إحنا نعرف جهود وزارة التجارة، الله يعطيكم العافية من جد لحرصكم على المستهلك. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن، هلا بك. طبعا نعرف أنه وزارة التجارة كثير جهودها ملاحظة وعارفين كيف تقوم بدور مرة كبير. صحيح. غير كذا أنه نص مليار 57 يعني بسنة في سنة واحدة، سنة واحدة يعني عدد جدا مهول. ناس ما بقتش عندها ذمة وضمير. والله انا يعني مستغرب انه حتى التزوير صار في العباية، يعني لدي الدرجة مثلا يبيعوا العباية من جد ويزوروا فيها ولا وتنباع في المحلات، المشكلة يعني بمبلغ مهول ترى. المشكلة وين؟ المشكلة انا في واحدة من المحلات انا كنت مشتري منهم عباية، تخيلي مزورة على طول برميها كده. يعني انا بغض النظر اذا هي العباية من مواد رديئة، المستهلكين بيدوروا على العبر الرخيصة لانه بالمقابل في ارتفاع في اسعار، في اشياء لو ما في ما الناس ما تصنع، في اشياء رؤى يعني اسعارها مناسبه، اسعارها متاحه للجميع ولكن تكون شويه يعني مرتبه. غير كده ممكن تكون الخامات المستخدمه فيها خامات جيده مو رديئه المستوى، يعني هنا بنتكلم على شيء جدا رديء. ما ادري كيف متفصل، سوري يعني عذرا على الكلمه دي، بس احنا شفنا في الفيديو انه في دوره المياه، يعني في دوره المياه حاطين العبي كمان يعني ورحت لبسيه على طول ما غسلتيش. لا لا والله غسلتها، بس اسمعوا المشكله والله العظيم مو هنا، والله المشكلة أنه أنا حريصة على الخامة، يعني كانت الخامة كويسة بس والله ما كنت أعرف أنهم سواها بالحق. يعني هو هذا هو الغش التجاري يا رندا، هذا هو الغش التجاري. هنا لما يقول لك سبحان الله، يعني ربي قالها في القرآن ويل للمطففين، يعني الناس أي غش تجاري فعليا أنت محاسب عليه ومعاقب عليه، لأنه أنت ما بتضر في نفسك وبس، ما بتضر في اسم محلك. شوفي إيش صار يعني في الآخر، كم محل تم قفله أو إغلاقه من وراء هذا الموضوع. 30 محل تقفلوا بس عشان 3 محلات تقفلوا، 30,000 كانت عباية. شكرا. 30,000 عباية، يعني شوف الرقم قد ايه مهول. انت بتضر كمان الناس الثانية ما لها ذنب. يعني انا انقهر من العالم اللي تحسب انه انت ممكن تلاقي فلوسك مرمية في الشارع، عرفتي؟ فلما تيجي تشتري والله هذا ب 700 ريال مثلا ويعطيك أسوأ شيء. والله مهما غشوا، وإحنا وزارة التجارة وراهم الزمن طويل. أحسن، جهودها جدا واضحة صراحة، والغرامة كثير كبيرة، 1,000,000 ريال. أحسن، يستاهل. إيه عشان خاطر بس عبايتك، شفتي؟ اي والله تستاهل. مشاهدينا احنا مكملين معاكم اكيد باقي فقراتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد الفاصل.